طبعا امبارح كنا اتكلمنا في مقدمة حلقتنا كده عن بعض دروس ديربي القاهرة اللي خرج بيها الزمالك، وكنا اتكلمنا وقلنا ان احنا لما نتكلم عن سلبياتنا وعن ايجابياتنا وعن الدروس المستفادة من المباراة او من مباراة مهمة زي مباراة القمة، بنقول دايما احسن ان احنا نتكلم واحنا كسبانين بعد مكسب، لانك بتبقى هادي وبتبقى فرحان بالمكسب وشايف بقى انا لو كنت عملت ده كان هيبقى احسن، انا لو كان التشكيل فيه كذا كان هيبقى احسن، لو كان اللاعب ده عمل دوره بشكل تاني كان هيبقى احسن، فساعتها بتقدر تشوف الصوره بوضوح اكتر. ولكن النهارده احنا مش جايين نتكلم عن مباراه القمه، يعني النهارده كلامنا مش هيكون عن مباراه الاهلي والزمالك وفوزنا على النادي الاهلي، لا بالعكس، احنا بنتكلم النهارده علشان نبني للمباريات اللي جاية وعشان نبني للبطولات اللي جاية. زي ما قلنا بننافس على الدوري، بننافس على الكونفدرالية، الدوري لسه موجود، عندنا مباريات مؤجلة، نقدر ان احنا ان شاء الله حصدنا 3 نقاط في كل مباراة منهم ترتيبنا هيختلف بشكل كبير جدا، ووضعنا في الدوري هيختلف بشكل كبير جدا، وحالتنا النفسية وهتدينا دعم دفعة ودعم معنوي كبير جدا هيفرق معانا في القادم من البطولات ان شاء الله. نادي الزمالك نادي كبير لسه بينافس على كل البطولات، لسه البطوله القاريه احنا وضعينا فيها كويس جدا، وان شاء الله المباراه القادمه هي اللي انا عايزه اتكلم عليها النهارده، وعايزين نبني علشان المباراه القادمه امام دريمز الغاني ان شاء الله كمان يومين لازم نتكلم ولازم نبني عليها. مباراه زي دي لو احنا كسبنا في مباراه الذهاب بسكور كويس يعني هيخلينا مرتاحين بشكل كبير جدا في مباراه العوده. ملعب غانا مش اسهل حاجه، الاجواء هناك مش اسهل حاجه، اللعيبه لما بتلعب خارج ارضها او خارج بلدها ما بيكونوش بالفورم اللي احنا متعودين نشوف لعيبتنا عليه، فاحنا عايزين نامن نفسنا نبقى كده زي ما بيقولوا في السيف سايد، نبقى مامنين نفسنا نفوز بسكور محترم، نقدر ان احنا لما نروح هناك نلعب واحنا مرتاحين، ما نبقاش بنضغط نفسنا في المباراة ومحتاجين لكل فرصة ولكل ثانية داخل المباراة. طبعا ده لازم يحصل في كل الأحوال، ولكن لما تعمله وانت مرتاح غير لما تعمله وانت مضغوط ومضطر. فعايزين نركز في مباراة الذهاب بشكل كبير جدا وبشكل قوي جدا، واللعيبة تركز ان هم لازم يفوزوا بفرق سكور محترم ويلعبوا على قدر من الرجولة والمسؤولية اللي احنا شفناها في مباراة القمة. الحقيقة اللعيبة بغض النظر عن ان كان في بعض السلبيات وده طبيعي يحصل في اي مباراة ويحصل من اي فريق مهما كان كبره، ولكن عايزين نشتغل بقى عليها. بطولة زي البطولة القارية دي ما ينفعش ابدا انها تروح مننا، بأدائنا وبهدوءنا وباستقرارنا اللي موجود دلوقتي داخل الفريق وداخل نادي الزمالك، محتاجين نشتغل على نفسنا بشكل كبير جدا ونبتدي بقى نشوف ايجابياتنا ايه ونزود ونطور وسلبياتنا ايه ونعالج. ده اللي المفروض نشوفه في المباراة القادمة ان شاء الله. ولكن برضو خلونا النهاردة كده نتكلم معاكم في امر مهم قوي وامر متعلق بفكرة الناس اللي بتعارض من اجل المعارضة، او خلينا نقول من اجل الظهور. يعني الزمالك كسبان ومحقق فوز مهم وفوز مستحق وفي ظل الغيابات والاصابات اللي كانت عندنا، وتلاقي البعض بينتقد جوميز اكتر ما بينتقد كولر اللي خسر مباراة مهمة كانت زي مباراة الديربي. تلاقي البعض بينتقد المدير الفني لنادي الزمالك، ما بينتقدش كولر اللي اصلا بدأ بتشكيل الاغلبية، لو ما قلناش الكل اجمعوا على انه كان التشكيل غلط. جوميز اللي قاد الفريق للفوز اتحط في ظروف صعبة وظروف استثنائية من قبل حتى ما يبدأ الماتش. الدليل يا جماعة ان هو خسران 2 لعيبة زي شيكابالا وشلبي قبل الماتش، غير طبعا الاصابات اللي حصلت في المباراة. فبالتالي هو خسر عمق التشكيل في غيابهم. جوميز في اول 5 دقايق في مباراة مهمة زي دي خسر نجمه الاهم كابتن زيزو طبعا اللي اتصاب، وده اربك كل خططه. احنا كنا بنقول امبارح هو مش اربك بس الجهاز الفني، هو اربك الجهاز الفني واللعيبة واربك الجماهير، لانه ده ما كانش حاطط عليه احتماليه، يعني ما كانش هيخرج من الملعب اصلا، وكان مصيابة على فكره هو بديل ناصر ماهر في الاصل، وما كنتش هتحتاج حتى تعتمد على بعض اللاعبين اساسا اللي نزلوا من الاحتياطي، وما كانوش على فكره في افضل صوره.
ومش كده وبس، ده كمان جوميز بين الشوطين خسر بقى الظهير الايسر اللي بيمثل مفتاح لعبه مهم جدا 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 في الفريق وفي مباراه مهمه زي دي بسبب العضله الخلفيه في ظل حضور قوي من الجناح جناح نادي الاهلي طبعا عمر كمال. واللي على فكره يعني انا برضو يعني عايزه اشيد باداء موتيابا، احنا برضو اتكلمنا عليه امبارح، الراجل بصراحه نزل عمل مباراه هايله وحد بشكل كبير جدا من خطوره النادي الاهلي، لاعب عنده 18 سنه عنده تكوين جسمانه مش القوي قوي او يعني ما قصير القامه ولعيب صغير في السن ما عندوش من الخبره يعني اللي يكفيه اللي يخليه ان هو يعني يعمل اداء مبهر، ولكن شفنا العكس، احنا شفنا لاعب عنده شخصيه قويه ولاعب مش خايف من مباراه مهمه زي دي، اول مباراه ليه مع النادي ونزل عمل اداء مبهر واحنا مستنيين منه نشوفه في الفتره اللي جايه. انا متاكده انه هيعمل اداء مبهر واداء مختلف تماما وهو خامه لعيب بجد كويس جدا. وبالتالي برضو امبارح في مباراه الديربي طبعا مستر جوميز اضطر برضو ان هو ينزل بالمجتهد طبعا مصطفى الزناري اول امبارح في مباراه الديربي امام نادي الاهلي كظهير ايمن، وينقل عمر جابر بقى للناحيه الشمال، وبالتالي طبعا تبديله توافيق اضطراريه بتضرب لك عمق واطراف التشكيله بتاعتك. كمان التغييرات اللي حصلت صحيح ربما ما كانتش افضل حاجه ممكنه، بس ما ننساش برضو يا جماعه ان فريقك بيقع بدني، فالراجل بيضطر انه يسحب عبد الله السعيد واحمد حمدي، فللاسف برضو فقد نص الملعب في الوقت اللي الاهلي كان تطور فيه بشكل كبير جدا هجوميا بسبب طبعا تغييراته، لانه كمان حتى في ظل غياباته كان عنده عمق في التشكيل اكتر بكتير او اكبر بكتير من الزمالك. حد برضو ممكن يقول لك بس الزمالك تراجع بوضوح او بشكل كبير جدا في النص التاني من الشوط التاني، وعلى فكره دي حقيقه فعلا، وكان ممكن نتخطف مش بس نتعادل، بس في النهايه يا جماعه في ظروف ادت لده، والواحد مش بيتعلم ببلاش ابدا، الواحد دايما في المباريات المهمه اللي زي دي بياخد يعني الدروس المستفاده زي ما بنقول من المباراه ويبتدي يركز بقى في اللي جاي ان هو ما يقعش في نفس الحاجات اللي كانت ممكن تؤدي لخساره. لكن الحمد لله السيناريو كان كويس والحمد لله النتيجه كانت كويسه وقدرنا ان احنا نكسب الديربي، لان برده ده هيديك كريدت كبير قوي او هيدي كريدت كبير قوي في صالح الجهاز الفني اللي يقدر بقى يبني عليه للي جاي.